وسهلا بكم مره اخرى في القناه ديالي. اليوم في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم هذا اللوك ميك اب اللي مناسب جدا لفصل الخريف. فاول خطوه غادي نبداو بها هي البرايمر باش يخرج لنا لو تان زوين ويبقى شاد لنا لمده اطول. من بعد غادي ندوزو لاخفاء العيوب. غادي ناخد هذا الكونسيلر اللي في اللون اورانج باش نغطي به البلايص اللي عندي فيهم زرقيه، وابخي غادي ناخد ان كونسيلر واحد اخر نفس لا مارك في اللون الاخضر باش نغطي به البلايص اللي عندي فيهم حموريه اولا طبع ديال الحبوب. بيان سور لابد من عمليه الدمج. كنجيو من بعد نخفيو هاد الالوان كاملين بالفوندو تاني. كنستعمل ديما ديال فيتمي من عند مايبلين اللي فلاتان 220 وكيجي مع وجهي هو هذاك. ما كنستعملش معاه لا بودغ حيت اصلا هو لا تيكستور ديالو مات. درت عمليه تحديد الوجه خفيفه بزاف، درتها باستعمال فوندو تان ستيك من عند بيبي كوزميتكس في تانت غامقه على وجهي، ومن بعد استعملت انتي سيرن ديال مايبلين ايج ريوايند فلاتان ميديوم تحت عينيا وفي البلايص اللي عندي فيهم طبايع وبلايص اللي بغيت نبرز. في هذا اللوك استعملت هذا الباليت اللي كنت خديتها شحال هادي من ياناندوان 150 درهم اللي تلقاوها عندهم، زوينه بزاف في هذا كولور زوينين ومناسبين لفصل الخريف. كما شفتوا خديت هذا اللون اللي فاتح بزاف درته هو الاول كومباز، ومن بعد خديت هذا لو موف اللي جيت حددت به عينيا. استعملت لو بانسو اللي كاين في الباليت نيت معاها. وابخي خديت هاد لو موف اللي غامق وجيت حددت به عينيا من برا. هنايا غير كنجي نعاود نزيد هذاك لو اي شادو اللي درت في الاول كومباز، كنزيد نفتح به عينيا وكنديرو في لو كرو الدخلاني ديال عينيا باش نعطي واحد لا لوميير. من بعد كندوزو نصايبو حجبانا، كنثبتهم غير بهاد الماسكارا ديال الاسانسي كندير ديما. كنعاود نزيد شويه ديال اللون لوجهي بهاد البرونزور من عند كاتريس. كنجي دابا نكمل عينيا، كنجبدهم بان تري داي لاينر وكنزيد ندير فيك اي لاشز اللي انديفيديوال كنجي نديرهم من برا باش كنزيد نجبد الشكل ديال العين. من بعد كنجي ندير هاد لو تريتمون ديال الشفايف على عين مساريت ندير هايلايتر، ومن بعد كنجي نحيدو بفوطا اللي كندير بها امتي غوماج هكا، وعاد كنجي نابليكي ليبستيك اللي كنحاول ندير انغريديانت ليب. هنايا درت الكرونه في الوسط وابخي درت النيود من برا باش يجي هذا لافي ديغرادي كيجي كول نوعا ما. دونك هذا هو اللوك فينا. جيسبر ان لا فيديو تكون عجبتكم، وقولي لي او كومونتير واش كيعجبكم لي لوك ميك اب اولا دي فيديو ميك اب باش نبقى نديرهم لكم حتى هما مره مره. وغادي نقول لكم تشوفوا فيديو جايه. باي باي.